السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد البلان مهم بزاف اللي هو الجانب الديني والجانب الروحاني ديال الراجل، وعلاش الراجل بالضروره خصو يكون متميز بهذه القضيه اللي هي خصو يكون متميز. قبل ما نبدا الحلقه، الا كنتو مازال ما تفرجتوش في الفيديوهات اللي دازو، غادي نخليو لكم لي ليان في الديسكريبسيون تحت، ضروري تدخلوا تفرجوا فيهم وتخليو جام، حيت مهمين بزاف باش تفهموا التسلسل ديال الاحداث كيفاش غادي. كما قلت لكم، الراجل بالضروره كيخصو يكون متدين، يعني كيامن بواحد القوه عليا اكثر منه. للاسف في هذا الوقت هذه كنشوفوا التسويق للالحاد بزاف، تسويق لاتباع الشهوات بزاف. يعني لا تفرجتي غير في الافلام او لا في الميديا اون جينيرال، دخلتي فيسبوك انستغرام، شعلتي التلفازه دوزه من الرباط، شي اذاعه كاع امريكانيه، مهم الافلام ديال العالم كامل. هذه ازمه، ماشي غير ازمه ديالنا حنا بوحديتنا، ولكن ازمه عالميه. غادي تلقاهم تيسوقوا على انه ماشي مشكل الراجل يكون ضعيف، يعني هانيه الراجل يكون ضعيف، ماشي مشكل على ان المراه تكون هي اللي هازه الدار، والمراه هي اللي كتخدم وهي اللي كتصرف وهي اللي كتحمل كاع الاتعاب، ماشي مشكل والراجل يبقى في الدار، هادشي هانيه. كتحاول توصل لك بانه واخا يكون الراجل بحاله بحال الدري الصغير اللي بغاها ياخذها هانيه. كيحاولوا يوصلوا لنا واحد الفكره ديال اننا خصنا نكونوا فرحانين بالدرجه الاولى، خصنا مهم السعاده، الطوموبيله كاينه، الدار كاينه، المراه كاينه، يعني الاولاد، مهم حياه الرفاهيه كما كنقولوا هي اهم حاجه. في حين الا فكرنا غير شويه غادي نلقاو بان هذه هي طريق الشيطان بذاتها. وهنا فين كيجي الايمان بواحد القوه عليا اللي بالنسبه لنا حنا كمسلمين هي الله سبحانه وتعالى. حيتاش كاين واحد ليغارشي كيخصها تحترم. شنو هي هاد ليغارشي؟ يعني واحد التسلسل ديال، ماشي ديال الاحداث، تسلسل ديال السلطات، يعني السلطه في المقام الاول، المقام الثاني، المقام الثالث والمقام الرابع. كتصنف كما بحال هكا. في المقام الاول كيجي الله سبحانه وتعالى، وهو اللي كيجيو من عنده جميع الاوامر وجميع النواهي. والراجل هو اللي كيجي من بعده، من تحت الله سبحانه وتعالى، كياخذ هذه الاوامر وهذه النواهي وخصو يطبقهم، ماشي غير في الاسره ديالو، في الحياه ديالو ككل، يعني في الدار وخارج الدار. عاد كتجي المراه، عاد كيجيو الدراري الصغار. للاسف في هذا الوقت هذه كيخليونا نامنوا بواحد الفكره على انه هذا التسلسل غلط. التسلسل الصحيح هو اننا خصنا نعطيو الاهميه للدراري الصغار، ثم نعطيو الاهميه المرأة، عاد نعطيو الأهمية للراجل. وهذا الشيء كيساهم فيه الابتعاد عن الدين، يعني الابتعاد ديال الراجل عن الدين، حيتاش ملي كيولي الراجل ملحد ما كيآمنش أو لا كيبتعد عن الدين، واخا يكون كيآمن. حيتاش هنا ملي كنقول أنا كيآمن، فراه ما كيعنيش غير أنه كيقول الله، راه حنا مثلا الكمغاربة راه 90% ولا أكثر كيآمنوا بالله ومسلمين. ولكن هذا الشيء ما كافيش، ولكن خصنا نعرفوا علاش حنا كنامنوا بالله. خص يكون الايمان ديالنا يقين ومدعوم باسباب، ما غاديش نقول ادله، ولكن غادي نقول اسباب، مدعوم باسباب اللي غادي يخليونا نامنوا بالله ونتبعوا الاوامر ديالو كما نزلات من عنده. بطبيعه الحال ما كيعنيش هذا الشيء، يعني اي واحد طلع لابس لباس ابيض او لا في المنصه ديال الخطبه كيقول لك قال الله قال الرسول، صافي خصك تاخذ الكلام ديالو بانه صحيح وفعلا راه قال الله قال الرسول داكشي اللي قال لك داك السيد. ولكن هنا كنقول لك سير قم بالبحث ديالك، سير قلب وخدم عقلك، كون كريتيك في داكشي اللي كتقرا وداكشي اللي كتلقى، وحدد شنو اللي فعلا جاي من عند الله ومن عند الرسول، وشنو اللي احتمال انه ما جايش من عند الله ومن عند الرسول. خدم عقلك وقلب بزاف، وديك الساعات تبع واحد الطريق وتكون انت متيقن عليها ومآمن بها، وكتكون جايه من عند الله سبحانه وتعالى بالدرجه الاولى، يعني هذه هي اهم حاجه. وكيفاش غدير هذا الشيء؟ غتحط القران حكم على الاحاديث وعلى داك الشيء اللي غيجي من تحت القران، يعني القران كيكون في المرتبه الاولى، عاد كيجي داك الشيء الاخر من بعد. الوغ المهم ما غاديش ندخل في الديتاي، نرجع للموضوع ديالي اللي هو الراجل والدين.
وهاد لي غارشي هادي. فالراجل الا ما كانش مدين ومتابع وعارف اوامر ديال الله سبحانه وتعالى بالضبط، فغادي يوقعوا لنا بزاف ديال المشاكل اللي ما بيناتهم غيولي يتعدى على مرتو وعلى ولادو، وما غاديش يكون قائم بالواجب ديالو كما ينبغي. وهنا بطبيعه الحال المراه ما غاديش تبقى عايشه، ما غاديش تبغي، او البنت ما غاديش تبغي تعيش في هذه الوضعيه هذه، غتولي تحس براسها محقوره وغتبغي تولي مستقله على الراجل، وتهي عندها حياتها وعندها مسار مهني ديالها بوحدها، وتولي تعيش تهي ترونكيل بعيده عليه. في حين انه الا كان متدين وكيسمع شنو كيقول الله وكيراعي الله كما كنقولوا في الاسره ديالو، يعني في المر في مرته وفي ولادو، فهنا ما غادي يكون حتى شي مشكل، حتى المراه بالطبيعه ديالها ما عندهاش مشكل لانها تجلس في الدار وتقابل ولادها وتقابل راجلها وتقابل الدار ديالها. والراجل بالطبيعه ديالو خصو يهتم بهم ويوفر لهم كاع داكشي اللي كيحتاجو، يعني من حنان وحب ومصاريف حتى هي، يعني هذا هو الواجب ديال الراجل، هو الحمايه ديال الاسره ديالو، وهذا الشيء اللي كيوصينا به الله والرسول ديالو خصنا نديروه. ثانيا الا ما كانش الراجل مدين فغادي تكون تتحكم واحد السلطه دنيويه، وما غيبقاش كيفكر بعقله وغيولي كيفكر بحاجه اخرى، وغتولي الريح اللي جا غادي يديه. راكم عارفيني مزيان علاش كنهضر، كنهضر مع الناس لي جون اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو. غتولي تابع كما كنقول، تقدر تولي تابع الدريات، ما كتبقاش عندك قيمه، وهذا الشيء خطا، وخطا كبير كيديروه الدراري والرجال بصفه عامة، وهذا مشكل كبير. كتولي البنت كتقدر تمانيبولي كما بغات هي، تقدر دير هذا الشيء بواحد الطريقه اللي هي واعيه او طريقه غير واعيه، ولكن راها كتمانيبولي. هذا الشيء ما كيعنيش انه الدري خصو يكون ضعيف ويتبع ديك لا مانيبيولاسيون، ولكن خصو يكون قوي ويسمع الله ملي يقول ليه دور وجهك وغض البصر ديالك وما تشوفش فيها. هذه احسن طريقه باش انك تربيها، هي انك تكون قوي ومتابع واحد السلطة عليا أكثر منك، وكتطبق الأوامر والنواهي ديالها كما خصها تطبق وكما خصها تكون، حيتاش الأوامر كتجي من الفوق، الأوامر كتجي من عند الخالق، الأوامر كتجي من أكثر واحد كيعرفك اللي هو الله، ألوغ الأوامر ديالو كاملة غادي تكون في الصالح ديالك، وغادي هي اللي غادي تمشيك، وهي اللي غتبين لك الطريق، وهي اللي غتعطيك اليقين. وإلا ما كانش الراجل متميز بهذه الخاصيه ديال انه قوي وكيطبق الاوامر والنواهي كما خصها تطبق، فهنا عاوتاني كيوقع ليه مشكل مع الزوجه ديالو، مع صاحبته، المهم مع الجانب الاخر، مع القطب الانثوي الاخر، في حين انه ما كيبقاش منجذب ليه، حتى كيولي داك السيد ضعيف بالنسبه لاخر، الوغ ما كيبقاش داك الانجذاب اللي خصو يكون، كتولي تحس على انها ما قداش تعول عليه، ما كاينش انسان اللي متمكن وواثق من راسه وعنده اليقين اللي تقدر تستراح في الدار وتجلس ترونكيل وتعول عليه. ثالثا الا ما كانش الراجل مدين فكيولي كما قلت في الاول متابع ديك الفكره ديال الفرحه والضحك والنشاط والزهو كما كنقولوا بالدارجه ديالنا، يعني كما كنتفرجوا في الافلام كنشوفوا على انه اهم حاجه هي انك تكون فرحان، يعني اهم حاجه هي انك تكون سعيد، اهم حاجه هي انك ما تضربش تماره، في حين انك الا كنتي متدين كيعلمك الاوامر ديال الله، كتعلمك على انك عندك واحد لا ميسيون، عندك واحد المهمه كيخصك تقوم بها، راك انت ما تخلقتيش غير هكاك باش تمشي وتاخذ الطوموبيل واللي حليتي على فمك تجيك بحالك بحال الدري الصغير، ولكن تتعلمك على انك تكون ناضج. علاش؟ حيتاش مثلا الدري الصغير الا ديتيه للحانوت معاك شاف بيمو كيبدا يبكي يشري ليا بيمو، او دي راه ما عنديش الفلوس باش نشري، لا بغيت بيمو، راه ما عنديش الفلوس، لا بغيت بيمو. والدري الصغير كيبغي اي حاجه تجي سهله بلا ما يضرب عليها التماره، مثلا ماما عطيني نشرب، ماما غطيني، ماما ديري ليا، ماما فعلي ليا. حين ان الراجل ما خصوش يكون بحال هكا، خصو يكون كيقدر يقوم بالاشياء ديالو ويقوم بها وهو ناشط وترونكيل، ما يقومش بها وهو كيشكي، سينو هنا كيولي فيمينين. وهذا الشيء اللي كنقول لك انه يتبع السعاده ويتبع واحد القوه اخرى من غير الله سبحانه وتعالى، فهذه بطبيعتها حتى هي شي حاجه اللي
فيمينين اللي ما خصهاش تكون فيه. يعني البحث عن الراحه والبحث عن السعاده فهي شي حاجه اللي فيمينين ما خصهاش يكون، ما خصهاش تكون عند الراجل، وماشي هو اللي خصو يكون متميز بها. وهنا عاوتاني كيلعب الدين واحد الدور مهم بزاف بزاف، حيت الا كنتي ما كتامن بحتى شي حاجه فراك ما غيكون عندك حتى شي مشكل في ان مثلا المراه هي اللي تصرف، المراه هي اللي تخدم، هي اللي تضرب تماره، هي اللي تدير كل شيء، انك تبقى ناعس حتى 12 الليل وتجي اختك هي اللي كتخرج تخدم وتدور معاك وتعطيك باش تصرف، ما كيكون عندك هنا حتى شي مشكل، كتكون واخا تقدر تكون ترونكيل، او لو خا يكون عندك شويه ديال التانيب الضمير ما كتنوضش وما كتاخذش واحد الاجراءات باش تخرج من داك الوضع، كتولي ديما كتقلب على الاعذار باش انك تبرر لا سيتوياسيون ديالك. في حين ان هذا الشيء الا كنتي انت متدين وكتامن بالله ومتبع الاوامر ديالو هذا الشيء كامل ما كيبقاش. ورابع حاجه هي ان الايمان كيعطي للراجل واحد القوه كبيره بزاف اللي هي اليقين، وكتعطيه واحد السلطه عالية بزاف هاد اليقين، حيتاش الراجل بالطبيعة ديالو تخص يكون عارف الطريق اللي غادي فيها وعارف المهمة ديالو بالضبط في الحياة اشنا هي وكيتبعها وكيمشي يخدم لا ميسيون ديالو. والدرجة الأولى في حياته ماشي هي المرأة، ماشي هي الدريات، ماشي هي الفرحة، ماشي هي النشاط، ولكن بالدرجة الأولى هي يرضي السلطة اللي فوق منه اللي هي الله سبحانه وتعالى ومهمة دياله في الحياة. هاد الجوج هما أهم حاجة في الحياة دياله، وهاد الشي اللي كيخلي الراجل راجل وكيخلي أن المرأة تحس بأن عندها شي واحد اللي قادة تعول عليه، شي واحد اللي قاد بالمسؤولية، شي واحد اللي غيقدر يتهلا فيها وغيعنى بها وغيعطيها اللوازم ديالها والحقوق ديالها وكاع داكشي اللي محتاجاه. وهنا غادي تقدر تجلس في الدار مثلا وتقوم بالاعمال المنزليه وتعتني بالراجل ديالها وبالاولاد ديالها، ما غيكون حتى شي مشكل. دوك الاولاد غادي يترباو مزيان وغادي يخرجوا مزيانين، الراجل غادي يكون مزيان مع الله وحتى هي غتكون مزيانه مع الله وغيكونوا مزيانين مع بعضياتهم، وغيكون عندنا واحد المجتمع اللي هو سوي وغادي في طريق مزيانه. اما الا ما كناش متدينين فهنا كيكون واحد المشكل اخر اللي هو الراجل كيولي مرا والمرا كتولي راجل، او الراجل كيولي راجل ومرا والمرا كتولي راجل ومرا، وكتوقع واحد الروينه. مثال بسيط هو هاد الشذوذ الجنسي اللي بدا كيظهر دابا بكثره. الا ما كنتيش مدين كيبان لك على انه سي نورمال ان واحد يكون شاد جنسيا، ان مرا مثلا كتمشي كتسولها كتقول لها شنو انت واش مرا ولا راجل، كتقول لك بجوج. فوقاش كتعرفي راسك مرا وفوقاش كتعرفي راسك راجل؟ كنعرف راسي مرا بانني كنبغي نلعب ملي انني كنبغي مثلا نمشي نصبغ ضفاري ونقاد راسي، وكنعرف راسي راجل ملي كنبغي نلعب بالكره. في حين ان هذا عبث، والمشكل كتلقى حتى الراجل حتى هو كيفكر بحال هكا وكيحس بحال هكا. وهذا الشيء في هذا المجتمع في هذا الوقت غادي وكيولي عادي وكيولي نورمال وكيزيد يخربق المنظومه ديال المجتمع ككل. وكما قلت لكم هذا ماشي مشكل غير ديالنا حنا يعني كمغاربه، ولكن مشكل عالمي وديال العالم كله. خصنا نرجعوا للطريقه تراديسيونال اللي الطريقه اللي جايه من عند الله سبحانه وتعالى، الله الراجل المراه والدراري. فان الا كان الراجل متابع غير الهوى ديالو، متابع الاحاسيس ديالو، فهنا راه كيولي حتى هو ما كاينش فرق ما بينه وما بين المراه، كيولي بحاله بحالها. ولا كان بحالو بحالها مشاكل. الراجل تيخصو يكون راجل عارف الله، عارف الاوامر ديالو، عارف النواهي ديالهم، كيمشي عليهم وكيطبق القانون كما خصو يكون، ماشي متابع الهوى ديالو، متابع الراحه ديالو، متابع شي حاجه اللي غتخليه فرحان، شي حاجه اللي غتخليه مرتاح، سليه واللعب. ومهم اي حاجه كتطلق له الدوبامين في دماغه كيمشي هو كيتبعها وكيسبق ديك الحاجه لحوايج اخرين مهمين اللي هما الله والمهمه ديالو في الحياه. شي حاجه اخرى فهي غير مهمه في حياتك كراجل، او لا مهمه ولكن ماشي بنفس الدرجه ديال هاد جوج ديال الحوايج، والا تبعتي هاد الهضره فراك غادي تلاحظ واحد الفرق كبير في حياتك بالدرجه الاولى، زائد الا تبعنا كمجتمع كاملين هاد الهضره غادي نلاحظوا فرق كبير في الحياه ديالنا
كلها وغادي يمشي ترونكيل وفرحانين. غتمشي تخدم ما غتبقاش تلقى ما غتبقاش تلقى مشكل، حيت هذاك اللي كيكون اللي غادي يخدم كيفكر بعقله ما كيفكرش بطريقه بشي حاجه اخرى. غتبغي تمشي في اي حاجه، في اي حاجه غادي تبغي ديرها ما غاديش يبقاو عندنا مشاكل. علاش؟ حيت غادي يكون القانون ديال الله مطبق في الارض وكيطبقوه الرجال. يعني الرجل ضروري خصو يكون محكوم بواحد القوه عليا اللي كيستمد منها القوه ديالو واليقين ديالو، وعارف راسو وعارف الطريق ديالو فين غادي. وهذا الشيء كيخلي البنت او المراه تنجذب ليه اكثر، وتكون بنت وتكون مراه بالدور ديالها. فحبس عليا من انك تحمل المراه المسؤوليه ديال المشاكل ديالك ديال الضعف ديالك، ولكن حمل راسك انت المسؤوليه ديال الضعف ديالك وحيد عليا داك الشيء وصحح شويه كما كان ما عادش المصطلح، ولكن you should be strong you should get stronger. هذا هو اللي كاين، ما نزيدش نطول اكثر. الى عجبكم الفيديو او لا ما عجبكمش خليوا لايك او لا ديسلايك، عبروا على الراي ديالكم في لي كومونتير. الى عندكم شي سؤال بهذا الخصوص او لا بغيتي ندير حلقه على شي موضوع على شي حاجه في هذا الموضوع هذا، قولوا لي في كومونتير. اي تهلاو.